Rebonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite des exercices de mathématiques, les exercices 14, 15 et 16, collection Univers Plus pour les classes de première année. Exercice numéro 14, page 14. Développez les expressions suivantes. نطلبكم انكم تنشروا العبارات التالية. لدينا a تساوي 3x ناقص 5 زائد 5 عامل 2x ناقص 2. في هذه الحالة باش نشرو أول حاجة غادي نشرو هذا العدد مع هذا الأعداد اللي داخل القوس على بركة الله. إذن A تساوي 3X ناقص 5 زائد 5 في 2X ناقص 5 في 2. ثم نقوم بالتبسيط. ثاني مرحلة نديو المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة. بالنسبة لB لدينا ب تساوي 4 y ناقص 6 عامل 3 ناقص 2 y زائد 4 عامل y ناقص 1. مطلوب كذلك اننا ديفلوبمون يعني نشر. باش غادي نشرو نشر بمعنى اننا غادي نشدو 4 y ناقص 6 مضروبه في 3 عطاتينا ناقص 18 وناقص 6 مضروبه في ناقص 2 y عطاتينا زائد 12 y زائد 4 y ناقص 4. كذلك غادي نعملو المجاهيل في جهة من أجل التبسيط والمعاليم في جهة. المعاليم بمعنى الأعداد في الجهة الثانية. وكذلك سنقوم بتبسيط المجاهيل مع بعضيتهم والمعاليم مع بعضيتهم وسنقوم بالإنجاز ديال هذه العملية بكل بساطة. نمر إلى C. C تساوي 5 T على بيسونس 2 بلس 3 يعني عامل لـ 2 T موان 3 ناقص 2 T عامل لـ T ناقص 5. شنو غادي نديرو في هاد الحالة؟ 5 تي أو 2 زائد 3 في 2 تي وهي 6 تي، 3 في ناقص 3 وهي ناقص 9، ناقص 2 تي في تي هي ناقص 2 تي على بويسونس 2 وناقص 2 تي في ناقص 5 وهي زائد 10 تي. كذلك تنمرو المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة وتنقومو بالتبسيط. لا كوريكسيون دو ليكزارسيس 14 باج 14. On a A est égal 3x moins 5 plus 5 fois 2x moins 2. عندنا هاد الإكسبرسيون هادي مطلوب منا أننا نشروها. إذن غادي نشرو اللي عندنا برات الأقواس في كل حاجة عندنا داخل الأقواس. إذن عندنا 3x ناقص 5 زائد 5 في 2 10x 5 في ناقص 2 هي ناقص 10. إذن غادي نمرو 3x بجنب 10x عطاتينا 13x وناقص 5 ناقص 10 عطاتينا ناقص 15. إذن ليكسبرسيون A تساوي 13x ناقص 15. B est égal 4y moins 6 fois 3 moins 2y plus 4 fois y moins 1. Moins 1. إذن نشر ديال هاد العبارة وهو على الشكل التالي 4 y ناقص 6 في 8 في 3 عطاتينا ناقص 18 وناقص 6 في ناقص 2 y عطاتينا زائد 12 زائد 12 y. 4 y غنضربو 4 في y عطاتينا 4 y و 4 في ناقص 1 عطاتينا ناقص 4. إذن غادي نمرو لي زي y حدا بعضيتهم والأعداد في جنب بعضيتهم. 4 y زائد 12 y زائد 4 y كم يساوي؟ تساوي لنا 20 y. بالنسبة للأعداد عندنا ناقص 18 ناقص 4 تعطينا ناقص 22. إذن ب تساوي 20 y ناقص 22. بالنسبة للعبارة C تساوي 5 تي أس 2 زائد 3 عامل 2 تي موان 3 ناقص 2 تي عامل تي ناقص 5. بالنسبة للنشر ديالها على الشكل التالي 5 تي أس 2 زائد 3 مضروبة في 2 تي اللي عطاتينا 6 تي و 3 غادي نضربوها في ناقص 3 غتعطينا ناقص 9 ناقص 2 تي غنضربوها في تي غتعطينا كذلك ناقص 2 تي أس 2 وناقص 2 تي مضروبه في ناقص 5 غتعطينا 10 تي. اذا غادي نمرو المجاهيل في جهه والمعاليم في جهه. 5 تي اس 2 ناقص 2 تي اس 2 زائد 6 تي زائد 10 تي ناقص 5. من بعد ما تقوموا بالتبسيط غتحصلوا على 5 تي اس 2 ناقص 2 تي اس 2 وهي 3 تي
à la puissance 2. عندنا كذلك 6T زائد 10T عطينا 16T. 16T بالنسبة ل 6T زائد 10T عطينا 16T. وعيبقى لنا الرقم 1 وهو ناقص 9. إذا C تساوي 3T à la puissance 2 plus 6T moins 9. فهذا هو اللي غادي نحصلوا عليه بالنسبة لعبارة C. Exercice numéro 15. Développez les expressions suivantes. لدينا العبارة التالية المطلوب منا أننا ننشرهم. Développement بمعنى النشر. A تساوي 11 زائد 2 عامل لي X ناقص 6 زائد 4 عامل لي ناقص 3X ناقص 6. إذن غادي نقوم بنشر هذه الأعداد اللي خلف الأقواس. أولا 11 زائد 2X ناقص 12 ناقص 12x ناقص 24. المرحلة الموالية وهي أننا نقوم بتمرير المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة. المجاهيل اللي عندنا هنا هو المجهول x، تنجمعهم مع بعضهم تنقوم بالتبسيط، وكذلك تنشوف الأعداد مع بيناتهم تنجمعهم وتنبسطوا، وهكذا تنكون حصلنا على النتيجة. بالنسبة لB، لدينا B تساوي ناقص 2 عامل x ناقص 2 ناقص 5 عفوا ناقص 3 عامل 7 ناقص 4x. إذن نشر على الشكل التالي: ناقص 2x زائد 10 ناقص 21 زائد 12x. كذلك نقوم بتمرير المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة، ونقوم بالتبسيط. C C تساوي 8 زائد 2y ناقص 5 مضروبة في 2y ناقص 6 زائد 4. بالنسبة للنشر ديال سي يكون على شكل تالي: سي تساوي 8 زائد 2 إكراك ناقص 10 إكراك زائد 30 زائد 4. كذلك نمرر المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة، ثم نقوم بالتبسيط. دي يساوي ناقص 7 إكراك ناقص 4 عامل 3 إكراك ناقص 6 زائد 3 زائد 2 عامل 3 إكراك ناقص 7. كذلك بالنسبة للنشر ديال هاد الإكسبرسيون تنديرو ناقص 7 ناقص 12 إكراك، علاش عندنا إشارة سالبة؟ ناقص مع ناقص زائد زائد 24 زائد 3 زائد 6 إكراك ناقص 14. كذلك نقوم بتمرير المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة، ونقوم بالتبسيط. نمر إلى أو. أو يساوي ناقص 5 زد زائد 5 زد عامل لزد ناقص 3 ناقص 7 عامل 6 ناقص 8 إكراك. النشر ديال هاد الإكسبرسيون على الشكل التالي: أو يساوي ناقص 5 زد زائد 5 زد أس 2 ناقص 15 زد ناقص 42 زائد كذلك 72 زد زائد 72 زد. L'exercice 15 page 14. لدينا l'expression A تساوي 11 زائد 2 عامل X ناقص 6 زائد 4 عامل ناقص 3 X ناقص 6. غادي نقوم بالنشر. إذن 11 زائد 2 X ناقص 12 ناقص 12 X ناقص 24. إذن غادي نمر المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة. إذن المجاهيل اللي عندنا هما 2x وعندنا ناقص 12x. 12x ناقص 12 غتعطينا ناقص 10x، إشارة أكبر عدد سالبة، إذن ناقص 10x. بالنسبة للأعداد عندنا 11 ناقص 12 ناقص 24 غيعطينا ناقص 25. إذن غادي نحصلوا على A تساوي ناقص 25 ناقص 10x. إذن النتيجة ديال A غادي نحصلوا عليها وهي A تساوي ناقص 25 ناقص 10x. B تساوي ناقص 2 عامل لي X ناقص 5 ناقص 3 عامل لي 7 ناقص 4x. إذن غادي نقوم بعملية النشر. ناقص 2 ضربها في X عطتنا ناقص 2x. ناقص 2 في ناقص 5 عطينا زائد 10. ناقص 3 في 7 عطتنا ناقص 21. ناقص 3 في ناقص 4x عطتنا
12 اكس. اذا غادي نمرو المجاهيل في جهه والمعاليم في الجهه الاخرى. ناقص 2 اكس زائد 12 اكس عطتنا 10 اكس. 10 ناقص 21 عطتنا ناقص 11. اذا ب تساوي 10 اكس ناقص 11. لدينا س تساوي 8 زائد 2 إيكغ ناقص 5 عامل 2 إيكغ ناقص 6 زائد 4. مطلوب منا كذلك أننا ننشرو ديفلوبمون، يعني غادي نشدو هاد العملية هكا على الشكل التالي: تساوي 8 زائد 2 إيكغ ناقص 5 مضروبة في 2 إيكغ عطاتينا ناقص 10 إيكغ ناقص 5 في ناقص 5 عطاتينا زائد 30 زائد 4. إذا غادي نمرو الأعداد المجاهيل في جهة والاعداد في جهه ثانيه. بالنسبه ل 2 ايغريك ناقص 10 ايغريك شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا وهي ناقص 8 ايغريك. وبالنسبه للاعداد 8 زائد 30 زائد 4 غتعطينا 42. اذا سي تساوي 42 ناقص 8 ايغريك، او سي تساوي ناقص 8 ايغريك زائد 42. لدينا د تساوي ناقص 7 إيكغ ناقص 4 عامل 3 إيكغ ناقص 6 زائد 3 زائد 2 عامل 3 إيكغ ناقص 7. نقوم بعملية النشر. إذا لدينا ناقص 7 إيكغ ناقص 4 في 3 إيكغ ناقص 12 إيكغ ناقص 4 في ناقص 6 أتعطينا زائد 24. 3 غادي تبقى كما هي. 2 مضروبة في 3 إيكغ غتعطينا 6 إيكغ، و 2 في ناقص 7 غتعطينا ناقص 14. إذا نقوم بتمرير المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة. المجاهيل اللي عندنا وهي ناقص 7 إيكغ ناقص 12 إيكغ زائد 6 إيكغ. بالتبسيط ديالهم غنحصلوا على ناقص 13 إيكغ. غادي نجمعوا ناقص 7 مع ناقص 12 غادي تعطينا القيمة ديال ناقص 19 إيكغ زائد 6 إيكغ. غادي نحيدو منها 6 إيكغ غتبقى لنا ناقص 13 إيكغ، علاش؟ إشارة أكبر عدد اللي هو سالب. تما غادي نمرو الأعداد. عندنا 24 زائد 17 غتعطينا 41. إذا دي تساوي ناقص 13 إيكغ زائد 41. إذا بالنسبة لـ أو، لدينا أو تساوي ناقص 5 زد زائد 5 زد في زد ناقص 3 ناقص 7 عامل 6 ناقص 8 زد. طب النشر كذلك. تساوي ناقص 5 زد زائد 5 زد في زد تعطينا 5 زد أس 2 5 زد في ناقص 3 تعطينا ناقص 15 ناقص زد في 6 تعطينا ناقص 42 وناقص 7 في ناقص 8 زد تعطينا زائد 56 زد. إذا نمرر المجاهيل في جهة والمعاليم في الجهة الثانية. لدينا ناقص زاد و 56 زاد، وكذلك عندنا 5 زاد أس 2. إذا شنو غتكون عندنا؟ غنحصلو على المعادلة أو غنحصلو على العبارات ديال نسبقو هذا اللي من الدرجة الثانية. 5 زاد أس 2 ناقص نديرو 5 زاد أس 2 زائد 51 زاد ناقص 57. دائما نشدو هذا المجهول اللي عنده درجة كبيرة ونتبعوه نفس المجهول عندنا الدرجة اللي أقل منه، وثم ننزل الأعداد. إذا 5 زاد أس 2 زائد 51 زاد ناقص 57 بهذه التراتبية. Exercice numéro 16. Développez les expressions suivantes. عندنا العبارة الأولى وهي أ تساوي 3 عامل 1 على 4 زائد فراغ ناقص 1 على 4. إذن هنا عندنا لا شيء، إذن زائد 0. 3 عامل 1 على 4، إذن نضرب 3 في 1 على 4 تعطينا 3 على 4 زائد 3 إذا ضربناها في 0 غتعطينا 0 ناقص 1 على 4. إذن هتبقى عندنا 3 على 4 ناقص 1 على 4 هي 2 على 4 تساوي 1 على 2. نمر إلى ب تساوي 2 على 3 زائد 5 عامل ناقص 1 على 6. ب تساوي 2 على 3 زائد 5 غنضربوها في ناقص 1 على 6 تعطينا هي ناقص 5 على 6. إذا نطلب من هنا أننا غادي نقومو بتوحيد المقام، غنضربو هنا في جوج وهنا في جوج، غتعود عندنا 4 على 6 ناقص 5 على 6.
إذا عطاتينا هي قيمة ديال ناقص واحد على ستة، ناقص واحد على ستة. نمر إلى سي، سي تساوي ثلاثة على أربعة عامل لي إكس ناقص خمسة زائد واحد على اثنان يساوي كم؟ يساوي ثلاثة على أربعة إكس ناقص ثلاثة في خمسة خمسة عشر على أربعة زائد واحد على اثنان. وكذلك تنمر الأعداد في الجهة وتنقوم بالتبسيط. د تساوي اثنان زائد ثلاثة عامل لي واحد على خمسة إكس ناقص واحد على ثلاثة. غادي نشرو هذا الجزء من الإكسبرسيون. د تساوي اثنان زائد ثلاثة مضروبة في واحد على خمسة تساوي ثلاثة على خمسة إكس ناقص ثلاثة على ثلاثة مضروبة في ناقص واحد على ثلاثة وهي ثلاثة على ثلاثة تساوي ناقص واحد. إذا نعتبر عندنا د تساوي اثنان زائد ثلاثة على خمسة إكس ناقص واحد. وتنمر الأعداد في الجهة والمعاليم في الجهة. نمر إلى تصحيح التمارين. عندنا تمرين ليكزارسيس 16 باج 14. لإنجاز هذا التمرين هذا والتصحيح ديالو عندنا العبارة ديال أ تساوي ثلاثة عامل لي واحد على أربعة زائد صفر ناقص واحد على أربعة. إذا غادي نقومو بعملية نشر، ثلاثة في واحد على أربعة غتعطينا ثلاثة على أربعة، ثلاثة في صفر غتعطينا صفر، ثلاثة في صفر غتعطينا صفر، خطأ هنا، وعندنا ناقص واحد على أربعة. إذا غادي أكمل الإنجاز ديال التمرين. عندنا تساوي ثلاثة على أربعة زائد ثلاثة في صفر صفر ناقص واحد على أربعة. إذا غادي نقربوا الأعداد لبعضياتهم، ثلاثة على أربعة ناقص واحد على أربعة، عندنا مقام واحد، إذا غادي نقوموا بطرح ثلاثة من ناقص واحد غتعطينا اثنان، اثنان على أربعة يساوي كذلك بالاختزال واحد على اثنان، واحد على اثنان. إذا غادي نقوموا بعملية الاختزال ديال اثنان على اثنان في اثنان، غادي نختزلوا اثنان يعني في البسط وفي المقام غنحصلوا على واحد على اثنان. إذا أ بالنشر غنحصلوها هي واحد على اثنان. نمر إلى ب، ب تساوي اثنان على ثلاثة زائد خمسة مضروبة في ناقص واحد على ستة. النشر ديال هاد العبارة هادي وهي اثنان على ثلاثة زائد خمسة مضروبة في ناقص واحد على ستة وهي ناقص خمسة على ستة. هنا مطلوب منا أننا نديرو توحيد المقام، عندنا هنا ثلاثة وعندنا هنا ستة، إذا غادي نوحدو المقام بستة، غادي نضربو في اثنان في البسط وفي المقام، نحصلو على أربعة على ستة ناقص خمسة على ستة، إذا الناتج ديال ناقص واحد على ستة، إذا ب تساوي ناقص واحد على ستة. إذا نمر إلى سي، لدينا سي تساوي ثلاثة على أربعة إكس عامل لي إكس ناقص خمسة زائد واحد على اثنان. كذلك غادي نقوموا بالنشر، ثلاثة على أربعة في إكس ونضربو ثلاثة على أربعة في ناقص خمسة، ثلاثة على أربعة في إكس وهي ثلاثة على أربعة إكس ناقص ثلاثة على أربعة في خمسة عطاتينا خمسطاش على أربعة زائد واحد على اثنان. إذا هنا غادي نقوموا بتمرين الأعداد في جهة والمجاهيل في جهة، ثلاثة على أربعة إكس ناقص خمسطاشر على أربعة زائد اثنان على أربعة. قمنا بتوحيد المقام، قمنا بتوحيد المقام، إذا غادي نحصلوا على سي تساوي ثلاثة على أربعة إكس ناقص ثلاثطاشر على أربعة. علاش؟ هنايا الإشارة ديال أكبر عدد وهي سالبة، ناقص خمسطاش نقصن منها جوج حصلنا على ناقص ثلاثة على أربعة. إذا سي تساوي ثلاثة على أربعة إكس ناقص ثلاثطاشر على أربعة. لدينا د تساوي اثنان زائد ثلاثة عامل لي واحد على خمسة إكس ناقص واحد على ثلاثة. نقوم بعملية النشر هنا، اثنان زائد ثلاثة في واحد على خمسة إكس تساوي ثلاثة على خمسة إكس ناقص ثلاثة في واحد على ثلاثة تساوي ناقص ثلاثة على ثلاثة. إذا عندنا ثلاثة على ثلاثة وهي واحد، إذا جوج ناقص واحد غتعطينا هي واحد، وعندنا الكسر ديال ثلاثة على خمسة إكس. إذا د كم تساوي؟ د تساوي واحد زائد ثلاثة على خمسة إكس. أولا نقدر نحولو هذا الجنب الأولين ونقولو د تساوي ثلاثة على خمسة إكس زائد واحد، الضرب والجمع التبادلي. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bon santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.